يعني انت ما شفتيش حد خالص؟ الدنيا كانت ضلمة، ما شفتش حاجة خالص. طب انت بتشكي في مين يا لولو؟ بشكش في حد، ممكن يبقى حرامي. بس احنا عيننا الفيلا، مفيش اي حاجة اتسرقت منها خالص. وانت عندك مشاكل مع مين؟ مشاكل؟ يوه ما تعدش. طب قولي وانا ممكن اعد وراك عادي. انا هنا لولو عشان اجيب لك حقك بقانون، بحاول اعرف مين اللي كان عاوز يقتلك. انا لو حكيت لك على كل واحد وواحدة اللي هم مصلحة في موتي هتقعد للصبح. ما عنديش مشكلة ان انا اقعد للصبح مادام انت مش تعبانة وقادرة تتكلمي. مش عارفة ابدأ منين. نبدأ من الاول خالص.